أحب أقدم شكر خاص للمنتسبين. إذا حاب تنتسب وتدعمني بالقناة، كل اللي عليك إنك تضغط على الزر الأزرق أو تدخل على أول رابط موجود بالوصف. هلا والله بالأساطير، رجعنا لكم اليوم مقطع جديد عن لعبة جي تي اي 5 أونلاين. بداية حطهم لايك واشتراك وفعل الجرس مشان يصلك كل جديد. اليوم معنا عماد، راح نكمل السلسلة الماضية وراح نروح على الجزيرة. اليوم راح نسرق الجزيرة بشكل كامل. كل اللي عليك حط لايك، واذا يعني عجبتك سلسلة جي تي اي اونلاين بس حط لي لايك مشان اعرف انه لها دعم، لانه يعني اي سلسلة ما عليها دعم كالعادة راح نسحب عليها. اوكي يلا خلنا نبدأ على طول. الطيجي هاي جي هبقتنا تنفس تحت الماي. اكتب واحد لازم تقتله، اكتب انه يموت قبل ما اشغل الانذار. لازم نقنص قنص يعني؟ او خلي كل القتل علي. هو هذا اللون احمر، شوف عشان تسبح تمك. يا عيني يا اخي مخضرم. لا تمام لحد هسه. اوكي انت فتحت فوق. طب بعدها ما بلشت، بعد ما مش بلشت لسه ما سوينا شيء. ايه خلي القتل علي، وانت بدك تقتل طلقة واحدة وعلى الراس. يلا شوف اقتل اللي على اليمين بالاول. اطلاق خذ ابو الاحمر انت. يلا عدل الثلاث. هذا اللي وراه هذا كان ينكبنا، شايفه؟ اتروح مع حقك المحل، خلنا نفضي كل المنطقه بعدين حلقاتنا على الغرفه. يلا ليتس جو. اكل ده كل المنطقه. هذا المدرع كان كل داخل كل العرب. نجي هون في اللون. طلعت مع اليوم على حتة على الغلاف. رحمت. نص ساعة. تضغط في. لحقوا في الولاد.
ماي جاد. بعدين كل المتابعين قديش شو الاكل تبع اليوم؟ والله ما فهمت اني ما وصلتني، ما ادري اذا وصلت المتابعين. اوكي انت ابو الاحمر. انا اوقف فقط، مش انا ابو الاحمر. انت ابو الاحمر. يلا 1 1 2 3. شايف؟ انت ابو الابيض انا ابو الاخضر. يلا 1 2 3. ما في واحد بس هيطلع لف. غدا يا عيني عليك. في هذا اللي فوق. لا لا تقتله، لا تقتله، لا تقتله. الكاميرا على قصد الدوام راح تشوفه. مسكين عينه خضرة صارت. تمام. هو ما ظل كم واحد ترى، لا تنبع بالاخر. وين هذا؟ شايفه اللي تحت؟ لازم نقتل تحت. اه بصوا الكاميرا ارجع اهو.
فولوور. مات خلاص غدا، دمر لي الكاميرات بس لا تبعرها بالاخير. ندبرها من احسن بتاع المخرج ده. يقول لي نوت مفتاح، لازم نجيب مفتاح منهم. لا نزل مفتاح ولا ما ادري. هناك نازل. نزل مفتاح بس ما اخذيته، قلت يمكن ما يلزم. خذ اللوحة من مرة هان. حق 200,000 تقريبا. في واحد يجا ولا لا؟ ما يجي جاي. يلا ليتس جو. تمام نعين عليك يا حوي، انت الكاش بس. شوف منظر نشاهي، شوف عند المكتب كاشف كل محل. احافي واحد قاح وينه؟ يلا ليتس جو. حلو قدمت الباب. يا عيني عليك يا عيني عليك. عبي يا مدير، عبي يا مدير. يا عيني عليك. ايه دمك من مرة في هناك كمان ذهب لازم ناخده. ذهب ولوحة في اثنين على اليمين. ها لا في كاميرا، كاميرا واحد. ايوه وبعر لي الكاميرا. انا مش شايفها. يلا يلا ليتس جو. انا عليك زي ما اخذ الذهب. ايوه ثانوية خلاص فللت. بعد ما مش واخدين الرئيس صرنا يلا ممتاز. ظل اللوحة عشان تدخلها.
اللوحة أعتقد أنها تحت. مش متأكد. أنا خلاص أروح عنها. أملك الهدف فوق. ما في أكثر من واحد الآن. بعد هذا. كون واحد لازم أقتله. أيوة ما مفتاح. أيوة يلا let's go. وانا بعد تهكير بس هذا اسهل من هذاك. جاني اتصال ان شاء الله ما يخرب الكامبس. يا عيني عليك. أنا في لوحة يعني؟ على النقطة. نفس الشيء هذا نفس ذاك. ممتاز. في لوحة. خذها. يكون عندك تعليمات دي و اي و سي و هيك. اوكي. لا لا تعليمات ولا شيء. قول اوكي ما يقول لي كانت ما تقدر. ما اقدر اشيله. ما اقدر اشيله. ها؟ فوت على التلفون الرسايل اعطيني الكلمة السر. الرسايل؟ ايه 49 96 33. تسعة وأربعين غيرها ولا نفسها؟ لما كمان مرة تسعة وأربعين شوف ثاني 96 الأخيرة 33. شوف المصاري الصبح. أوكي. شوف. لا لا ما أقدر تأخذها. اكتب لي نوت. اوكي يلا عبي 2 مليون وطبشه. ايوه شوف شوي كوش كوش. اوكي خلاص فل. خلاص انجزنا سباحه هسه. يغني قال. ما ادري راح جزيرته. ايوه نقدر نحرره. وين المخرج من عندهم؟
ها؟ طخو؟ انا اصبر اصبر في كمان ايوه اوكي وهاي خلصنا من الجزيرة يلا اخلع لسه مطولين بدهم يلحقونا ولا خلاص عملية تسلل ثانية شو صار؟ خلاص خلصنا؟ اوكي فك يا شباب هاي كانت مهمتنا لليوم على الشكل التالي مثل ما انتم شايفين حاليا يعني حصلنا اللهم صل على سيدنا محمد مبلغ هائل مع اكس بي شكل هائل. اذا حابين سلسله جي تي اي وحابين انه نستمر بها كل اللي عليكم لايك وتكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا ودكم اياها ولا لا. ان شاء الله بالحلقات الجايه راح نسرق الكازينو برضو مع عماد يعني عماد معانا بدنا نشيبه بالقناه. اوكي راح نختم هان شكرا لكم على الدعم شكرا على المتابعه نختم مقطع بالصلاه على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اوكي مين؟ نعم المره هاي شويه من وبيه لكن برضو اني نوب عماد محترم. اوكي لا والله ما شاء الله عليك لولاك والله ما اطلع من الجزيره اساسا. نختم مقطع بالصلاه على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.